في الواقع في فصل الصيف يكون هنالك نقص فيما تنتجه أرامكو، شركة أرامكو السعودية، من الفيول أويل، من زيت الوقود اللازم لتغطية النقص في توليد الكهرباء. ولذلك تلجأ السعودية في فصل الصيف وقت الذروة إلى استيراد زيت الوقود من مختلف المصادر، وبالتالي لمواجهة هذا الطلب أو الطلب الإضافي على زيت الوقود.